خلينا نروح لدور جمهور النادي الاهلي تمام في بطوله كاس مصر امام نادي الزمالك، ودايما استقبال جمهور النادي الاهلي لعمر كمال عبد الواحد دايما استقبال مختلف، دايما مساند لعمر. والله يا كابتن انا زي ما قلت لحضرتك اول ما دخلت هنا الناس دي رعب. رعب رعب، يعني انا لما بكون في الملعب وبسمع صوتهم وهم بيغنوا وهم بيشجعوا، لا ما بتبقاش عايز تبطل مجهود ومش عايز تبطل جري ومش عايز تبطل اي حاجه. يعني كفايه ان هم بييجوا يتعبوا نفسيهم، يعني في ماتش افريقيا كانت الساعه 8 بالليل، جايين من الساعه 10 الصبح ولا 8 الصبح. فالناس دي يعني ليهم كل التقدير والاحترام والشكر، ودايما هفضل اشكرهم طبعا. اكيد. طب تعالى معانا نروح نشوف جماهير النادي الاهلي قالت ايه عن عمر كمال عبد الواحد، وبعدها نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل عايز افتح بقى معاك موضوع منتخب مصر. تمام. مهم جدا، خاصه عمر كمال عبد الواحد لاعب في منتخب مصر، ومن الصعب ان تلاقي لاعب بره الاهلي والزمالك وكان بينضم للمنتخب. اسمع ده كله ان شاء الله، بس هنروح نشوف راي جمهور النادي الاهلي فيك، وبعدها نروح لفاصل سريع. عمر كمان اصلا لاعب كبير جدا وكمان موهوب جدا، وكمان هيساعد دلوقتي الفتره الجايه على اللي هو مكان علي معلول. الاصابه بتاعته هتقعد طبعا 6 شهور، او ان شاء الله علي معلول يرجع لنا قبل كده باذن الله يعني. بس يعني هو يعني هيبقى مكان علي معلول الفتره دي، وان شاء الله هيبقى هيأدي جامد قوي مع النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله. ممتازه والله، صفقه ممتازه وجوكر بيعوض غياب اي حد، باك يمين باك شمال، هاف يمين هاف شمال، اهداف شوت، يعني ما شاء الله اضافه كبيره للنادي الاهلي. كان نفسنا يشارك في افريقيا اكتر، بس طبعا هو مش متايد، فكان نفسنا انه يشارك معنا ويفرح معنا بالبطوله كده في الملعب. بس هو موجود، وان شاء الله البطوله الجايه يتضاف، ومع المنتخب ان شاء الله يكون له نصيب في المشاركه في الماتشين الجايين باذن الله. هداف وبيساعد في يطلع هجوم وبيرجع، ولياقته البدنيه عاليه جدا، فانا اعتقد ان هو صفقه ناجحه جدا، وان شاء الله لما يقيد افريقيا في السنوات القادمه وفي كأس العالم وفي أمريكا والإنتركونتيننتال، فده هيبقى إن شاء الله ليه دور كبير إن شاء الله. عمر كمال لاعب متميز جدا، ودايما النادي الأهلي وإدارته الحقيقة بيتفننوا إزاي بياخدوا اللعيب الجيد، كمان هو أثبت كفاءته مع المنتخب القومي، فلا هو لاعب عالي جدا، وإن شاء الله يكون يحصل يعني تناغم بينه وبين زمايله في الملعب ان شاء الله. لعيب كويس وهيبقى اضافه للفريق كله عامه، عشان هو مش بيلعب في حته اليمين بس، هو لعيب جوكر، يعني ممكن يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب وينج، ممكن يلعب الناحيه الشمال مكان علي معلول لو لا قدر الله كريم فؤاد في اي حاجه، انما هو لعيب مميز جدا جدا واضافه للنادي الاهلي. بس هو قبل ما يكون اضافه للنادي الاهلي، هو النادي الاهلي هيضيف له كتير، يعني انت فاهمين ازاي؟ فهو ايه، اي حد لعيب قبل ما يكون اضافه للنادي، هو الاهلي الاول هو اللي بيكون اضافه لاي حد. مفيد جدا للنادي، كان في يعني منافسه عليه كبيره من كذا فرقه كبار يعني، والحمد لله جه النادي عندنا، خصوصا ان هو لعيب يعني جوكر في كذا مكان، يعني مفيد للفرقه وهيفيدنا كتير ومستنيين منه كتير يعني ان شاء الله. الستايل بتاعه جميل حلو قوي سريع، يعني في المواصفات الوينج كويس المحترم يعني. فلا لا لا طبعا عمر كمان ده مكسب، مكسب كبير يعني ان شاء الله باذن الله، ويعمل كمان ان شاء الله ماتشات احسن واحسن واحسن. بصراحه اداؤه الفتره اللي فاتت دي كان اداء رائع جدا، انا شايف فيه ممكن يبقى اسطوره للوينج رايت، ممكن كمان يبقى بديل خاصه في فتره الاصابه بتاعت علي معلول. كلاعب جوكر لا نقدر نعتمد عليه الفتره الكبيره، خاصه ضغط المباريات اللي حاصل دوت، لا لاعب كبير جدا، انا شايف فيه حاجه كبيره ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي يعتبر من اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي، ويعتبر اضافه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ويمتاز بالحماس والجديه، وزي ما بيقولوا كده يعني روح الفانيلا الحمراء، بالاضافه لادائه كدفاعي او اداء كهجومي يعني. واداؤه جميل جدا في كل الماتشات الاخيره اللي لعبها، وحاسس ان يعني مع مجموعه في النادي كلهم تيم ممتاز يعني دلوقتي. لاعب موهوب له مستقبل ولازم ياخد فرصته، وبالتوفيق ليه ان شاء الله، ولازم اللعيبه كده، ما هو البدايه كده وبعدين مع الوقت بيتحسن ويبقى كويس. عمر كمال انسان كويس جدا وبيأدي اداء حلو، وفي اي موقع بيحطوه بيملى مركزه، وهو اداؤه كويس جدا. لاعب جيد جدا، صفقه جات النادي الاهلي حلوه ممتازه يعني،
محتاج اشتراك على طول في الماتشات، وهيبقى هنيده وصفقه جيده ان شاء الله ومكسب للنادي الاهلي كتير يعني.